اهلا بيك. خلينا نبدا يا استاذ عبد الحليم من المؤتمر الصحفي اللي عقد النهارده بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد. خلال المؤتمر تم الاتفاق على اعلان 2021-2022 عاما للثقافه المصريه التونسيه، كيف ترى هذا القرار؟ يعني من المعروف ان مصر هي المركز التاريخي للثقافه العربيه الحديثه، وحجم وكثافه الارتباط بين الثقافة والفن في القاهرة والثقافة والفن في غيرها من العواصم العربية كبير جدا، وحجم الارتباط بين القاهرة وتونس في مجرى الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة يعني أكثر وضوحا. كلنا يذكر على سبيل المثال بيرم التونسي، وهو واحد من الآباء العظام لشعر العامية المصرية، ورغم وضوح النسبة في اسمه إلى تونس إلى أنه اندمج في الحياة المصرية بأعمق أبعادها. فمن بيرم التونسي إلى هند صبري التي شاركت في الموكب الذهبي لمومياوات ملوك وملكات مصر الـ22 ملوك الدولة الحديثة، هذه المشاركة كانت تعبيرا رمزيا كثيفا عن عمق الصلات المصرية التونسية في المجرى الكبير للثقافة العربية المعاصرة، فوق كثافة المشاركة من الجانبين في المهرجانات المسرحية أو السينمائية التي تقام في العاصمتين، فوق أن أيقونات الفن المصري المعاصر كأم كلثوم وعبد الوهاب يلقون على سبيل المثال شعبية في تونس تكاد تضاهي شعبيتهم في مصر وفي غيرها. طبعا زيارة الرئيس قيس سعيد إلى مصر بتعكس هذا الارتباط بعد فترة طويلة من سوء الوضع العام، الوضع العربي. الوضع العربي أنا أظنه يعني داخل على مرحلة انتعاش بفضل النضج المتزايد في السياسة المصرية وإدراكها لأولوية الاتجاه العربي مشرقا ومغربا. زيارة الرئيس قيس سعيد ليس فقط بالمؤتمر الصحفي، بدلالة المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه ببلاغة أن أمن مصر هو أمننا، يعني أمن يعني، وأنه موقف مصر هو موقفنا. طبعا فيما يجري على من مخاطر عند منابع النيل أو غيرها، أيضا زيارة الرئيس قيس سعيد لعدد من الشواهد المصرية بينها قبر الجندي المجهول وقبر الرئيس سادات وضريح الزعيم جمال عبد الناصر، كانت هذه الزيارة اليوم واسعة الأصداء في مصر وفي تونس وفي عموم العالم العربي لارتباطها كما هو معروف برمزية جمال عبد الناصر في مواجهة الإخوان، وتحديد موقف الرئيس قيس سعيد الذي يحظى بتأييد أطراف سياسية في تونس أبرزها حركة الشعب الناصرية والتيار الديمقراطي. بالجملة زيارة الرئيس قيس سعيد اليوم تؤكد ما هو مؤكد عن المعنى الثقافي. بالطبع لا يسعنا حتى لا ننسى أحد أن نذكر أعدادا كبيرة من المطربين والمطربات التونسيين والتونسيات الذين واللائي ازدهرت حياتهن الفنية في مصر، وهذا أمر طبيعي جدا، وقد كان ذلك واضحا جدا في الشعور المصري الفياض ذي الجوهر العروبي حين تطوع البعض عن ضيق أفق وتعصب مقيت غير واع بانتقاد مشاركة هند صبري، وردت السلطات المصرية وأعادت المسار إلى صوابه. الفكرة الأساسية أن مصر كما قلت من قبل هي الدولة العربية الوحيدة التي يندمج فيها الشعور الوطني الذاتي بالشعور القومي العربي، بينما في دول أخرى قد يكون الانكماش على الذات والانكفاء على الذات دافعا للخروج من المعنى العربي الجامع.